مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في برنامج الأهلي الليلة. يعني أهم حدث دلوقتي على الساحة الرياضية عموما وهو كرة الدوري أبطال أوروبا واختيار أفضل لاعب في أوروبا. عارفين طبعا منافسة بين مودريتش ومحمد صلاح النجم المصري الكبير وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ونجم اليوفي الحالي ونجم الريال السابق. مودريتش خد أحسن وسط ملعب في أوروبا، خد نافاز أحسن حارس في أوروبا، خد راموس أحسن مدافع في أوروبا، لسه اختيار أفضل لاعب في أوروبا لسه هنعلنه بعد قليل ونكون معاكم إن شاء الله لحظة بلحظة. أكيد بنتمنى النجم المصري محمد صلاح ياخد أحسن لاعب في العالم كله كمان مش في أوروبا بس، لكن بعد قليل نعرف الحفلة المقامة في موناكو هتقول مين أفضل لاعب في أوروبا. مش عايزين نزعل لو محمد صلاح ما خدهاش، لأن محمد صلاح أعتقد أنه هو بعيد شوية عن الترشيحات اللي هتكون محصورة بين مودريتش وكريستيانو رونالدو، لكن مفيش حاجة بعيدة وكبيرة على ربنا. إن شاء الله يفرح كل المصريين وياخد جائزة أحسن لاعب في أوروبا النجم المصري الكبير محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي. عارفين برضو حضراتكم الأزمة اللي كانت بين محمد صلاح واتحاد الكورة، إن شاء الله برضو الأزمة دي تحل عن قريب ومحمد صلاح نجم كبير جدا يا جماعة وكل العالم بيحترمه. أكيد من الأولى إن احنا كمصريين واتحاد كورة مصري يحترم هذا النجم الكبير، خصوصا كل مطالبه مشروعة ومشروعة بصورة طبيعية جدا، ما قالش أي حاجة وطلع وضح وقال كل الحقائق اللي نتمنى إن هي تتلاشى في القريب العاجل ويكون اتحاد كورة محترف على قدر المسؤولية زي ما احنا مستنيين منه وزي ما احنا متوقعين منه وزي ما احنا فرحنا إن هؤلاء هم أعضاء اتحاد كرة القدم اللي إن شاء الله يشرفونا ويشرفوا مصر كلها ويكون الأزمة خلاص يعني على وشك إنها تتحل. مش عايز أتكلم في الموضوع أكتر من كده عشان الموضوع خد أكبر من حجمه بكتير، وأنتوا عارفين السوشيال ميديا ووسائل الإعلام يعني ما بتصدق تشوف حاجات زي كده عشان تنفخ فيها وتكبر فيها، لكن العقلاء بيقولوا إن لازم الصلح بسرعة جدا بين محمد صلاح واتحاد الكرة وإن شاء الله ما يكونش فيه أي حاجة تعكر الصفو العام. خرجنا يعني خروج مخزي شويه من كاس العالم، مش عايزين نكرر نفس الموضوع، عايزين ان احنا ندخل اي مسابقه جايه افريقيا او حتى محليا او حتى عالميا بصوره احسن من كده وصوره اكبر من كده وصوره مشرفه احسن من كده بكتير. عشان كده لازم نلم الشمل، والمدير الفني كمان الجديد للمنتخب المصري يحس ان هو في مكان وسط امن وطبيعي كرويا ليس الا. عايز اقول لكم كمان بعد مباراه الاهلي وكامبالا سيتي اللي انتهت بفوز الاهلي 4-3، في ناس قلقانه شويه من الثلاث اهداف اللي دخلوا فينا، وده طبعا حاجه طبيعيه جدا، لكن لازم نطمن الجميع ونقول برضو الكلام العقلاني. المباراه كانت مباراه مش هقول ان هي مش مهمه، لكن يعني كان الاهلي خلاص ضمن الصعود. اللعيبه برضو مهما كانت اللعيبه بتلعب في الاهلي في ريال مدريد في برشلونه، اللعيبه بيحسوا باهميه المباراه، هل المباراه مهمه هل هي مصريه. عارفين طبعا لعيبه الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع ودايما بيكونوا في الزمان والمكان لما تكون مباراه حاسين باهميتها شويه، لكن مباراه كامبالا سيتي كان الكل عارف ان هي مباراه تحصيل حاصل، هي بس هتخليك اول مجموعه او ثاني مجموعه، مش هتفرق كتير مع النادي الاهلي اللي ما بيهتمش بالاول او الثاني، لكن طبعا جمهوره بيهتم ان هو دايما في المراكز الاولى ودايما يكون متصدر اي مسابقه هي فيها. احنا قلنا قبل كده حتى لو بنلعب في دوره رمضان اللعيبه واخدين الموضوع ازاي، هو ده اللي اتنقل لنا او هو ده الشكل العام في مباراه كامبالا سيتي. الاهلي كسب فيها 4-3 وكان الشكل الدفاعي لا يليق بالنادي الاهلي، عدم التزام عدم جديه عدم تركيز عدم اهتمام بهذه المباراه دفاعيا، لكن اطمنا كلنا الاهلي قادر ان هو يسجل اهداف في اي وقت مع طبعا احترامنا للفريق اللي هو كسبنا. لما كسبنا فريق كامبالا سيتي هناك في اوغندا قال لك ده كامبالا سيتي فريق جامد، لما احنا كسبناه هنا 4-3 قال لك ده فريق ضعيف وفريق مش عارف ايه. لا الاهلي كان قوي، الاهلي احرز اهداف من انصاف الفرص وضيعنا كمان اهداف كتير جدا. النجم وليد ازارو بيسجل هدفين، يعني كوليبالي بيواصل تالقه وبيواصل اقناعه للجماهير الاهلاويه ان هو لعيب مهم جدا ولعيب كان عند حسن ظن الجميع وكان عند حسن ظن باتريس كالترون. كمان النجم صلاح محسن بيحرز اخر اهداف النادي الاهلي وبيقول ان انا لازم يكون ليا مكانه في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي مع وليد ازارو. لكن في العموم ما تقلقوش خالص، لاعيبه النادي الاهلي بيبقوا عارفين المباراه وعارفين اهميتها وعارفين النادي الاهلي اهميته في ايه في هذه المباريات تحديدا. هل انا بلعب مباراه تحصيل حاصل، بلعب مباراه على المراكز الاولى، بلعب مباراه فاصله، اكيد هتلاقوا ان لاعيبه النادي الاهلي دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله في المباريات المقبله. مش هنقول يعني مفيش سلبيات، لا في طبعا سلبيات اكيد النادي الاهلي هيتداركها في القريب العاجل. اكيد بدرس كالدرون ومحمد يوسف بداوا بالفعل في
اظهار هذه السلبيات اللي اتكلم فيها محمد يوسف، لكن ما اتكلمش فيها بشكل واضح ومباشر. يعني سئل اللي هو من احد مقدمي البرامج او من احد المراسلين ايه السلبيات اللي في النادي الاهلي، قال انا عارف السلبيات طبعا هنتكلم عليها لكن ما ينفعش اقولها على الملأ، وده اللي متعودين عليه من النادي الاهلي. انتظروا ان شاء الله علاج لهذه السلبيات البسيطة، لان انا قلت لكم المباراة ما كانتش مهمة جدا حتى بالنسبة للعيبة بالاهمية اللي هي حياة او موت يعني، لكن في الاول وفي الاخر كان في سلبيات، كان في سلبيات دفاعية كبيرة جدا، كان موجود، لكن سهل قوي تتحل، سهل قوي تتحل. يعني عايز اقول لكم ان شاء الله طبعا قرعه ان شاء الله الادوار النهائيه للبطوله الافريقيه يوم الاثنين ان شاء الله، قرعه ربع النهائي ان شاء الله الاهلي يقابل بقى زي ما يقابل لعيبه، ما فيش اي مفر يا جماعه. الجمهور مستني هذه البطوله على فارغ الصبر. مجلس الاداره كمان وكابتن محمود الخطيب كان بيتكلم فيما بعد هذه البطوله ان احنا نوصل لكاس العالم للانديه ونحقق في كاس العالم للانديه كمان نحقق طفره فيه، وصلنا لمركز ثالث عايزين نوصل لأبعد من كده كمان. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في أحد البرامج للكابتن محمود الخطيب أو في أحد كلماته، قال إن أنا ببص لبطولة كأس العالم للأندية، يعني تخطى البطولة الأفريقية، ودي بتدينا انطباع إن الكابتن محمود الخطيب بيدي التزام كبير جدا للعيبة إن هم يتخطوا هذه البطولة، وإن شاء الله يتخطوها ويبقى عند حسن ظن الجميع. بطولة غابت عننا من 4 سنوات إن شاء الله تكون في النادي الأهلي تاني ونتوج بالعرس الأفريقي. النهاردة يبقى معنا فقرتين بس لضيق الوقت، طبعا برنامج ملك وكتابة بعد الأهلي الليلة على طول، عشان كده يبقى معايا النجم الكبير كابتن أحمد صديق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هيكون بعد كده مع الأستاذ شريف فؤاد النجم أيضا محمد جمال الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هنطلع فاصل عشان أرحب بضيفي الكريم أحمد صديق نجم الأهلي ومنتخب مصر.